بعدين صوتها ما يسمع خرسه؟ لا خرسه شلون؟ تحكي ثلاث لغات ونص. طبعا نص؟ طبعا. شنو النص؟ تحكي عراقي وجلفي وشعبي وبالاشاره تحكي مرات هيكي يعني وايد. هاي نص اعتبرناها احنا. ليش واحد يكذب؟ شنو جلفي وشعر؟ اي الله لو تدري تصور شكو شغله بالبيت هي تخلصها. انا زوجتي ما تشتغل، مرتاحه ام بيت يعني اي مكلبين بيها ما نريد. يا اللي يجي عليهم نقول لهم لا 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 ما نقبل. حمامه سلام اكو مشكله بالفرع هي ما راحت حلتها. اكو طلابه بالفرع. شحكي لك عمو؟ معدله شنو معدله؟ شنو معدله؟ ليش تدخل نفسها باي شغله انا اريد اسويها؟ اذا ما ابد ما تدخل نفسها. ابد راقيه.